نعملها بنعمل له تحليل دم للسكر، فيقول لي انا ما عنديش سكر ما عنديش اعراض. دي تاني خطأ شائع برضو عند الناس. الناس دايما متصورة ان انا عشان اعمل تحليل سكر لازم يكون عندي اعراض معينة، اللي هي انه يروح الحمام كتير، يشرب مية كتير، يجوع كتير. بالظبط، دي فكرة خاطئة جدا. يعني الاول احنا نصلحها. في اعراض تانية كتير. تمام. وزائد ان الاعراض اللي احنا كلنا حافظينها، اللي هي شرب المية كتير ويروح الحمام كتير ويجوع كتير، دي قد لا تحدث اصلا الا لما مستوى السكر في الدم يزيد عن 200. فانا مش هستنى لما يزيد 200، يعني هي محتاجه ارتفاع سكر جامد قوي. يعني ممكن السكر يكون 150 او 160 وده سكر، بس العين مش حاسس، مش مديله اي اعراض. ففكره ان انا استنى الاعراض عشان اعمل تحليل السكر، لا، انا بقى الدكتور الشاطر يشوف عرض معين عند المريض، يعمل له تحليل سكر يطلع عالي، يبقى ده دكتور شاطر. ازاي بقى؟ المريض يجي يقول لي مثلا ايه، انا ما بخلفش. تعريف عدم الانجاب مرور سنه من علاقه زوجيه منتظمه، اكتر من سنه بدون انجاب. لكن اذا كان سن احد الزوجين عدى 30 عند بدايه الزواج، سواء الزوج او الزوجه، بنلغي شرط السنه، بنبتدي الفحوصات على طول. لا، بنبدا الفحوصات بتبقى اقل. الحاجه الثانيه اللي ممكن السكر ياثر بيها على الانجاب، احنا قلنا انه بيأثر على الاعصاب. العصب اللي بيروح لعنق المثانة، ببساطة من غير ما المشاهد يدخل في تفاصيل كتيرة، عنق المثانة ده لازم يكون مقفول. العصب اللي بيروح له بيضعف، بيحصل التهاب في العصب فبيضعف خالص. وللأسف الأنسجة العصبية في الجسم عموما، غير الجلد وغير أي نسيج تاني، ما اللي بيروح ما يرجعش. فالعصب لو حصل فيه مثلا فقد 50% من وظيفته، لا يمكن نقدر نسترجع ال 50% دي. ممكن نسترجعها في اي عضو تاني الا الانسجة العصبية، ده في المخ والاعصاب عموما يعني. فبيكون العصب اللي رايح لعنق المثانة ضعف. عنق المثانة المفروض يبقى مقفول كده، فالسكر بيبقى مهوي شوية كده بسبب التهاب العصب اللي رايح المثانة. لما بيبقى مهوي السائل المنوي وهو خارج، بدل ما بيخرج للخارج بيرتد في المثانة، بنسميه قصف مرتجع. فالمريض يقول لي انا ما بتبتدي ازاي برضو، ودي نقطه مهمه لان الناحيه الوقائيه مهمه. الزوج يقول لي انا لاحظت ان كميه السائل ابتدت تقل تدريجيا. هنا بقى يبقى قربنا انه يمتنع القذف خالص للاسف. هنا لازم نلحق كده بقى بنسبه كبيره. هو عنده قذف مرتجع وعنده سكر ده اكيد. كده اكيد يعني 99% الحاجه اللي بتعمل القذف المرتجع ده، اللي هو المريض بيشتكي بشكوى بسيطه قوي، يقول لي انا مثلا متجوز بقالي سنه، في الاول كان كميه القذف عاديه، بلاحظ انها كل شويه بتقل. ونلاحظ حتى احنا في تحليل السائل المنوي، بنطلب تحليل السائل المنوي لازم نبص في كل التفاصيل، في خانه اسمها الفوليوم او كميه السائل، نبص نلاقي مثلا من سنتين كانت الكميه 4 مللي، دلوقتي بقت 2 مللي، اخر تحليل عامله نص مللي. يبقى الزوج ده داخل خلاص في عمليه انعدام القذف، بقى مش هيخرج القذف بعد كده تاني. اول حاجه بنعملها من غير ما نفكر الاول في الحاله اللي زي دي كوقايه، انه بنخليه يجيب عين السائل المنوي ونجمدها، نحتفظ بيها من خلال التجميد. فكره تجميد السائل المنوي من الافكار الطبيه المهمه جدا اللي لازم تبقى الناس عندها وعي بيها. اي شاب قبل علاج اي ورم، قبل ما يتعرض لإشعاع، قبل ما يتعرض لعلاج كيماوي، لازم يجينا نجمد له السائل المنوي عشان يبقى في نسبة ضمان للإنجاب فيما بعد. لأن معظم الأدوية الكيميائية أو الإشعاع بتأثر على الخصية أو المبايض في البنت، على الخصية في الولد أو المبيض في البنت. فهنا أول خطوة لازم نعملها إن إحنا نجمد له السائل المنوي، نقوله نلحق نجمده قبل ما ينعدم تماما. طيب بيفضل صالح للإخصاب قد إيه؟ بيفضل صالح لحد 4 أو 5 سنين كمان، يعني ممكن يخلف بيه كذا طفل بعد كده لو حتى انعدم السائل المنوي. يبقى أول حاجة تأخر الإنجاب في السكر الضعف الجنسي، إنه ما يقدرش يكمل علاقة زوجية مع زوجته. الحاجة الثانية انعدام القذف أو القذف المرتجع. الحاجة اللي بعد كده اللي ممكن تخلي برضو ما فيش انجاب في حاله السكر، انه بيعمل اضطراب في الهرمونات بتاعه الجسم، والهرمونات هي المسؤوله عن تكوين الحيوانات المنويه. دي الاسباب اللي بتخلي مرض السكر يعمل عدم